بشأن مباراة الأهلي والاتحاد وبعض مباريات الأسبوع، فرضت غرامة على النادي الأهلي ونادي الاتحاد على كل منهما 40,000 جنيه لما بدر من جمهور الفرقتين، وقالت إن في مظهر غير رياضي ساد بعد نهاية المباراة. بالإضافة طبعا توقف مباراة للإنذار الثالث كل من الهاني سليمان وخالد قمر لاعبي الاتحاد وعلي معلول وجيرالدو لاعبي الأهلي. كمان اللجنة قررت النهاردة إيقاف الكابتن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي مباراة، وتغريمه 5,000 جنيه لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام إنبي، وأوقفت محمد طعيمة إداري الإنتاج 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وأيضا أوقفت مجدي الشومبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة فريقه. الحقيقه يعني عقوبات رائعه جدا، خاصه ان الجماهير القت الزجاجات على حكام المباراه ومنعتهم من الخروج، فهم يعني طيب. الاهلي بيستعد بقوه في جنوب افريقيا، ده التحدي الثاني الكبير قوي. الاهلي ما ان فرغ من مباراه الاتحاد اللي توهجت فيها روح الابطال بجد وشخصيه الاهلي تجلت في برج العرب، طار مباشرة صبيحة اليوم التالي على متن طائرة خاصة إلى أقصى أطراف القارة. بيواجه سان داونز يوم ظهر السبت إن شاء الله في مباراة الذهاب لدور الثمانية. مارتن لاسارت المدير الفني عمل محاضرة نظرية طويلة مع اللعيبة لشرح المهام والتحدث عن الفريق الجنوب أفريقي، واهتم طبعا بتحفيز اللعيب قبل مواجهة هذا الفريق لمواصلة الانتصارات، وأيضا للتجهيز لمباراة العودة، لأن مباراة العودة على طول 13 إبريل هتكون في استاد السويس إن شاء الله. الأهلي لمباراة سان داونز، مارتن لاسارتي كان اختار للسفر معاه 21 لاعب عقب هذا المران اللي حضراتكم شايفينه. القائمة فيها من المسافرين محمد الشناوي وعلو لطفي، أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو السوليه وحمدي فتحي ووليد ندفد وناصر ماهر وجونيور اجاوي وحسين الشحات ورمضان صبحي مروان محسن وصلاح محسن ووليد ازارو. اجتمع كمان لاسارتي بالرباعي حسام عاشور وسعد سمير والشناوي واحمد فتحي قبل المران اللي اتلعب او اللي اقيم في ملعب الجامعه في بريتوريا، وفي مران استشفائي للاعيبه اللي ما شاركوش في مباراه بس الاتحاد. تعال نتوقف استاذ ابراهيم بسرعه امام اجتماع مارتن لاسارتي باستمرار في جزء من اللعيبه، هو بيختار التوقيت اللي يقعد معاهم فيه. ايوه، وهذا اسلوب جديد ما شفناهوش من حد قبل كده. يعني دايما كان يقول لك انا قراراتي ما لا تقبل المناقشه وعليكم ان تتقبلوها، حتى اللعيب ما كانش بيقدر يروح يتكلم ولا يشتكي. ف هذا اسلوب جديد مستو في وجهة نظري أنا إيجاد علاقة مباشرة طيبة بين لاسارتي وبين لاعبيه. طيب طبعا في كل الاهتمام الكبير ببعثة الأهلي في جنوب أفريقيا، هنشوف تقرير من الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى جنوب أفريقيا مع المعتادة يعني السفير شريف عيسى. الحقيقة سعيد جدا بوجود الأهلي طبعا، يعني السفارة المصرية في كل وقت أنا ما شفتش تقصير من أي سفارة، وأنت لمست كذا سفارية مع بعض صحيح، زي حجم الحفاوة اللي بيلقاها النادي الأهلي وقطعا بقية الفرق المصرية قطعا. بس النادي الأهلي كمان بيبقى من امتنانه مسهل الدنيا على السفارات. يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله عمرنا ما بنعمل مشكلة ولا بنسبب إحراج سفارة، وفي تقدير حقيقي من الأستاذ خالد الدرندلي. صحيح، ده وفد الأهلي في جنوب أفريقيا، ودي سعادة السفارة المصرية والسفير المصري السفير شريف عيسى وترحيبه وامتنانه ببعثة الأهلي ومساندة السفارة الحياة للبعثة. حمدي فتحي وأيمن أشرف شاركة في التدريبات الجماعية والجهاز الفني تأكد من الجاهزية. حمدي فتحي عارفين حضراتكم كان عنده إصابة في العضلة الخلفية غاب عن الفترة الأخيرة. أيمن أشرف كان عنده كدمة في الظهر
منعته أيضا من المشاركة في مباراة الاتحاد الأخيرة والجهاز كان ريحه. الاثنين موجودين مع الفرقة واطمأن الجهاز على استعدادهم إن شاء الله للمشاركة. الجهاز كمان أكد على أنه كل اللعيبة في حالة جيدة، من المرات القليلة من فترة بعيدة أنه تقريبا يكون الجهاز الفني تحت إيده كل العناصر المقيدة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بإذن الله تعالى. في اهتمام كبير جدا في جنوب أفريقيا بالمباراة. ممثل اتحاد الكرة في جنوب أفريقيا وثلاث مسؤولين من صن داونز حرصوا على استقبال بعثة الأهلي في المطار، بالجانب عدد طبعا من الجالية المصرية المقيمة في جوهانسبرغ. رافقوا البعثة من المطار لغاية الفندق في بريتوريا وسط حراسة في لقطة هنا معتادة. في لقطة هنا لو تعدوها لنا، وحسين الشحات بيصر يشيل الشنطة عن حد من الإداريين. يعني وكأن حسين الشحات بيقول والله أنا مش أنا كويس قوي، وده سلوكي الطبيعي يعني. أنا مش من النوع اللي بيعترض أو بيه. طبعا في كل الترتيبات في استشارة التغذية في النادي الأهلي الدكتور هاني وابا وضع برنامج غذائي للفريق. دي اللقطة اللي انت طلبتها لحسين الشحات وهو شايل المهمات لمساعدة، وده هي دي روح الأهلي. وده وانا انا ده بقى اللي عمل الناس تتوقف اصلها كتير قوي عن تصرف فرجاني لما تهكم على حارس المرمى بعدين اعتذر له. حسنا فعل، مؤكد ان ده سلوك بنشجعه، لكن اصلا التهكم ما هو خطا. فلما انا اصوب خطئي لا استحق التقدير قوي اللي كل الناس عماله تتكلم فيه. والروح الطيبه ولم يشر احد الى الاعتذارات المتكرره والتصريحات المتكرره لحسين الشحات، وهو مظهر من مظاهر الـ 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 الاعتذار والتواضع، عشان يعني يقول انا صورتي احسن من كده بكتير. فحبيت اتوقف قدامه. الظهير التونسي الايسر المتالق ونجم الاهلي البارع علي معلول كان له تصريحات مهمه جدا، اكد فيها انه الاهلي بيحترم صن داونز جدا، وقال ان هذا الفريق الجنوب افريقي فريق جيد جدا وعنده قدرات بتمكنه انه يبقى موجود في الادوار النهائيه للبطوله في السنوات الاخيره. وقال علي معلول ان الاهلي عنده من الامكانيات الفنيه والتاريخيه ما يدفعه لتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب في جوهانسبرغ ان شاء الله لتسهيل مهمته في العوده يوم 13 ابريل. وقال علي معلول انه ضغط المباريات خلال الفتره الاخيره واضطرار الاهلي انه يلعب مباراه كل 3 ايام كان لود جامد او ضغط فعلا بدني كبير على اللعيبه. وقال لما بدانا نستعيد عافيتنا ونرجع لقوتنا مع عدد من اللعيبه المصابه ترجع، بدات قوه الفريق تزداد وبدا التجانس يظهر على اللعيبه وبدات خطوره الاهلي تزيد. عن هذا الهدف الرائع اللي سجله علي معلول في الاتحاد ومساهمته في حظ 3 نقاط، قال الفوز وحظ النقاط الثلاثه يحسب للفريق بالكامل. بالطبع نشكر جميع اللاعبين سواء من شاركوا بشكل اساسي او اللي كانوا على دكه البدلاء على الروح العاليه جدا اللي كانوا عليها. وقال ان دي الروح القتاليه المتميزه في لعيبه الاهلي على طول، وهي اللي بتصنع للاهلي الفارق. على حد كلامه علي معلول يا باشمهندس وجه رساله لجماهير الاهلي وقال ان هو بيتمنى تواجد الجماهير باعداد كبيره في الفتره اللي جايه، قال لانه بيبقوا فعلا قوه دفع كبيره جدا وحافز هايل للعيبة. علي معلول الذي قال كل هذا الكلام الطيب المسؤول هو الذي تم التركيز على تحريضه قبل لقاء الأهلي والزمالك. ولكن وقالوا كلام كتير، ده زعلان، ده مأمون، ده متضايق. لا ده متضايق قوي الحقيقة. ياريت تفضلوا على تحريضكم للاعبتنا عشان تشوفوا رد الفعل. النتيجة بتبقى ايه؟ كتر خيركم. مش هنعرف نحفز لعبتنا باللي بتعملوه معاه. اللي بتعملوه احسن تحفيز، لا تقول لي دكتور نفسي ولا بتاع، كملوا على كده. محمد هاني كمان الظهير الايمن الدولي المتالق دلوقتي كان له تصريحات بياكد فيها على احترامه وكل زمايله لصن داونز، وقال احنا بننتظر مواجهات غايه في الصعوبه الفتره اللي جايه. شهر ابريل بالنسبه لنا شهر مضغوط جدا، في منافسات عنيفه سواء على المستوى المحلي او الافريقي. وقال انه هذا الشهر سيحسم العديد من الامور اللي بيتصدرها الوصول الى نهائي دوري الابطال ان شاء الله واستعاده الصداره الكامله في بطوله الدوري. قال محمد هاني ان كل اللعيبه
بتدرك كويس قوي أهمية المباريات في هذا الشهر، وعايز أطمن الجماهير إنه إحنا مركزين كويس قوي وعارفين أهدافنا إيه. قال إن أنا اعتدنا في الأهلي على التعامل مع الأمور خطوة بخطوة، بنلعب المباريات كل مباراة على حدة، وقال إنه بمجرد ما بنخلص من مباراة بنطوي صفحتها ونبص للي بعدها على طول. قال أغلقنا صفحة الدوري تماما وإحنا في برج العرب، دخلنا في مود التفكير والتركيز الكبير في سان داونز. سان داونز ناصر ماهر كمان بيحذر منه، ناصر ماهر صانع الألعاب المتألق في الفترة الأخيرة، شايف إنه الفريق الجنوب أفريقي يتعمل له ألف حساب، وقال إنه فريق بمستوى عالي جدا، لكن إحنا كلنا جوه الأهلي عندنا تركيز وبنقرا الفريق المنافس بشكل كويس. قال إنه قدر الأهلي دايما إن تستمر الضغوط عليه، وإنه هو بيخوض مباريات وسط هذه الظروف الصعبة والمتغيرات المستمرة، وقال إحنا بنعاهد جماهيرنا إن إحنا جاهزين وإحنا بإذن الله هنبذل كل مجهودنا لإسعادكم. قال أغلب لاعبي الأهلي في الجيل الحالي يتطلعون لتحقيق البطولات وصناعة تاريخ مشرف ليهم مع النادي، ومن ثم نحن نقاتل جميعا لبلوغ هذا الهدف. إحساس بالمسؤولية عالي عند معظم لاعبي النادي أو كلهم تقريبا بإذن الله. طبعا الناس اللي ما سافرتش اتمرن التمرين قوي في القاهرة، وليد سليمان، محمد نجيب، إسلام محارب، أحمد حمودي، باسم علي، وعمر جمال، وأحمد علاء، ومصطفى شوبير، واتمرنوا تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال. شريف إكرامي الحارس الدولي الكبير بيتم تجهيزه بعد شفائه من الإصابة، وبيخضع لبرنامج تأهيلي وبدني في الجيم، وإن شاء الله يكون شريف اللي كان مصاب بتمزق في عضلة السمانة يكون جاهز للمرحلة القريبة اللي جاية إن شاء الله. هي بيلعب دور هايل خلال الفترة اللي فاتت على المستوى المسؤول والمعنوي يعني. هشام محمد نجم خط الوسط بيأدي تدريبات حول الملعب خلال المران، وبرنامجه التأهيلي للتخلص من ألام الشد في العضلات بشأن مباراة الأهلي والاتحاد وبعض مباريات الأسبوع، فرضت غرامة على النادي الأهلي ونادي الاتحاد على كل منهما 40,000 جنيه لما بدر من جمهور الفرقتين، وقالت إن في مظهر غير رياضي ساد بعد نهاية المباراة. بالإضافة طبعا توقف مباراة للإنذار الثالث كل من الهاني سليمان وخالد أمر لاعبي الاتحاد، وعلي معلول وجيرالدو لاعبي الأهلي. كمان اللجنة قررت النهاردة إيقاف الكابتن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي مباراة، وتغريمه 5,000 جنيه لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام إنبي، وأوقفت محمد طعيمة إداري الإنتاج 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وأيضا أوقفت مجدي الشومبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة فريقه. الحقيقة يعني عقوبات رايعة جدا، خاصة أن الجماهير ألقت الزجاجات على حكام المباراة ومنعتهم من الخروج، فهم يعني. طيب الأهلي بيستعد بقوة في جنوب أفريقيا، ده التحدي الثاني الكبير قوي. الأهلي ما أن فرغ من مباراة الاتحاد اللي توهجت فيها روح الأبطال بجد وشخصية الأهلي تجلت في برج العرب، طار مباشرة صباحة اليوم التالي على متن طائرة خاصة إلى أقصى أطراف القارة، بيواجه سان داونز يوم ظهر السبت إن شاء الله في مباراة الذهاب لدور الثمانية. مارتن لاسارت المدير الفني عمل محاضرة نظرية طويلة مع اللعيبة لشرح المهام والتحدث عن الفريق الجنوب أفريقي، واهتم طبعا بتحفيز اللعيب قبل مواجهة هذا الفريق لمواصلة الانتصارات، وأيضا للتجهيز لمباراة العودة، لأن مباراة العودة على طول 13 إبريل هتكون في استاد السويس إن شاء الله. الأهلي لمباراة سان داونز، مارتن لاسارت كان اختار للسفر معاه 21 لاعب عقب هذا المران اللي حضراتكم شايفينه. القائمة فيها من المسافرين محمد الشناوي وعلو لطفي، أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد ندفد وناصر ماهر وجونيور أجاوي وحسين الشحات ورمضان صبحي مروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو. اجتمع كمان لسارتي بالرباعي حسام عاشور وسعد سمير والشناوي وأحمد فتحي قبل المران اللي اتلعب أو اللي أقيم في ملعب الجامعة في بريتوريا، وفيه
مران استشفائي للاعيبه اللي ما شاركوش في مباراه بس الاتحاد. تعال نتوقف استاذ ابراهيم بسرعه امام اجتماع مارتن لاسارتي باستمرار في جزء من اللعيبه هو بيختار التوقيت اللي يقعد معاهم فيه. ايوه وهذا اسلوب جديد ما شفناهوش من حد قبل كده. يعني دايما كان يقول لك انا قراراتي ما لا تقبل المناقشه وعليكم ان تتقبلوها. حتى اللعيب ما كانش بيقدر يروح يتكلم ولا يشتكي. ف هذا اسلوب جديد مسته في وجهه نظري انا ايجاد علاقه مباشره طيبه بين لاسارتي وبين لاعبيه. طيب طبعا في كل الاهتمام الكبير ببعثة الأهلي في جنوب أفريقيا هنشوف تقرير من الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى جنوب أفريقيا مع معتادة يعني سفير شريف عيسى. الحقيقة سعيد جدا بوجود الأهلي طبعا. ف يعني السفارة المصرية في كل وقت أنا ما شفتش تقصير من أي سفارة. وانت لمست كذا سفرية مع بعض صحيح ازاي حجم الحفاوة اللي بيلقاها النادي الاهلي وقطعا بقيه الفرق المصرية قطعا. بس النادي الاهلي كمان بيبقى من امتنانه مسهل الدنيا على السفارات. يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله عمرنا ما بنعمل مشكلة ولا بنسبب احراج سفارة وفي تقدير حقيقي من الاستاذ خالد الدرندلي. صحيح ده وفد الاهلي في جنوب افريقيا ودي سعاده السفاره المصريه والسفير المصري السفير شريف عيسى وترحيبه وامتنانه ببعثه الاهلي ومسانده السفاره الحياه للبعثه. حمدي فتحي وايمن اشرف شارك في التدريبات الجماعيه والجهاز الفني تاكد من الجاهزيه. حمدي فتحي عارفين حضرتك.